الله أكبر الله أكبر. أجواء شعائرية للحظات الأولى للشهر المبارك هنا في العاصمة صنعاء، تتهيأ صنعاء لاستقبال الشهر المبارك، وكأني أسمع أبواب الجنة تفتح وكأني أسمع أبواب النار تغلق في هذه اللحظات الأولى لأول ليلة من ليالي الشهر المبارك. نستقبل الشهر الفضيل في هذه اللحظات. تنهمر الأمطار في العاصمة صنعاء مستقبلة أول ليلة من ليالي الشهر الفضيل، جعلها الله أيام خير وبركة على اليمن أجمع وعلى الأمة الإسلامية. في هذه اللحظات تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة بأمر الله في أول ليلة من ليالي الشهر المبارك. هنا يضاعف الأعمال الليلة، الفرض بسبعين فرض والنافلة بفرض في رمضان. الليلة يبدأ العد التنازلي لتسجيل الرقاب التي يعتقها الله سبحانه وتعالى، الرقاب التي تخرج من رمضان بأمر الله الذي لا إله إلا هو، معتوقة رقابها من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. بدأت اللحظات الأولى، اللحظات التي يتمناها كل شخص ليلقى الله ويقابله في هذا الموسم الرمضاني الجميل. هذه السنة الموقف يختلف عن كل المواقف، يجب أن يجعل الإنسان لنفسه صفحة، صفحة مع الله سبحانه وتعالى، يراقب الله سبحانه وتعالى ويتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون من المغفور لهم بأمر الله. رفع صوت الأذان هنا من صنعاء العاصمة من خلفي، من هذا الجامع الأشم، جامع الشعب هنا في السبعين، ليأذن ببداية ليلة من ليالي الشهر المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، إنها كلمات تسجل لأول صلاة في الشهر المبارك في هذه اللحظات هنا من العاصمة صنعاء من السبعين. نحييكم أحبتي المشاهدين لنقل لكم أجواء من حياة رمضان وحياة الناس. نتكلم معكم عن هذا الشهر المبارك الذي جعل الله فسحة إيمانية فيه لمن أحب أن يتقي الله. الله أكبر الله أكبر. لحظات إيمانية في البلاد، رسالة لكل المغتربين، لكل الناس اللي في الخارج، لكل الناس التي تتمنى أن تعيش هذه اللحظة التي أعيشها الآن أنا وملايين الناس هنا في صنعاء. طعم رمضان في البلاد. أحبتي المشاهدين، في هذه اللحظات أودعكم ولا يسعني إلا أن أقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ونعمة وبركة لنا ولكم ولجميع المسلمين. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفلوق. تحياتي لكم المهندس محمد حجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.